بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا الحد اللي اقرب حد لعيد العذراء. احنا اتفقنا بعيد العذراء اول امبارح. وعيد العذراء دايما يجي يوم 16 مصر، ففي الاسبوع الثالث من شهر مصر. وقراءات الحد ما بترتبطش باليوم، بترتبط الحد ده أي حد في الأسبوع. ندي كده بس ملاحظة سريعة، إحنا إزاي بنقرأ القراءات؟ النهاردة مثلا 18 مصر، لو 18 مصر ده السنة الجاية هيجي أعتقد يجي سبت، فنيجي نفتح قراءات 18 مصر. لما يجي حد ما يقراش 18 مصر، نقرأ الحد النهاردة الحد التالت 18، يبقى من 15 ل 22 ده تالت اسبوع. فالحد اللي يجي ما بين 15 و 22 نقرا قراءات الحد التالت. وبالتالي الحد التالت زي ما قلت بيجي ما بين 15 و 22، فهو اقرب حد لعيد الايه؟ لعيد العذراء. عشان كده اعتقد سبب اختيار الكنيسه للفصل دوت اللي بينتهي بحته انه فجاءت امه واخوته ووقفوا خارجا وارسلوا اليه يدعونه، وكان الجمع جالسا حوله، فقال له يا ذا امك واخوتك خارجا يطلبونك. فاجابهم وقال من هي امي واخوتي؟ ثم نظر الى الجالسين حوله وقال ها امي واخوتي، لان من يصنع اراده الله هو اخي واختي وامي. وزي ما تكون الكنيسه هي في احتفالنا بعيد الست العذراء والدة الإله وأمنا جميعا، حبة الدين من كلام المسيح مفهوم مهم قوي للانتساب للمسيح. ازاي ننتسب؟ ازاي نبقى تبعه؟ شايفين يقول لك لما أسرتين ولد من أسرة يتجوز بنت من أسرة يقول لك دول إيه؟ ناس ببعض. فاحنا ازاي ننتسب للمسيح؟ المسيح فهنا حطت بقى أمي وأخوتي، عشان كده اتحطت أعتقد في ارتباطها بالست العذراء. إيه المفهوم الجديد بتاع ها أمي وأخوتي وأمي اللي يصنع من إرادة الله هو أخي وأختي وأمي؟ إيه الحكاية دي؟ إيه المقصود بيها؟ عايز أتكلم في النقطة دي النهاردة، وزي ما هتكلم إيه معناها؟ إيه أبعادها؟ وهقول يعني إيه المقصود بالكلام؟ وإيه قوتها؟ المسيح كان كتير يحول الكلام العادي، الأحداث العادية، التعليقات العادية من التلاميذ أو من الرسل أو من الجموع إلى لحظة تعليمية. يعني إيه؟ يعني يرجع التلاميذ من الإرسالية بتاعته، يدوله فيدباك، يدوله اللي هم اللي شافوه، رأيهم، إحساسهم، فيقولوا له ايه؟ حتى الشياطين تاخد علينا باسم. يقول لهم لا غلط. ايه اللي تفرحوا بيه؟ ما تفرحوش بده. تفرحوا بايه؟ تفرحوا بالحريه ما اسمكم كتبت في ملكوت السماوات. يعني ايه اللي بيتكلموا؟ يعرف بيتكلموا مين الاحسن؟ لا انا انا لا انا لا انا قال لهم تعالوا. انتم تعرفوا ايه؟ كان الانجيل بتاع امبارح. رؤساء الامم يسوبنا والعظماء يتسلطون عليهم، قانون الدنيا ايه؟ الرئيس فوق والناس تحتيه. رؤساء الأمم يسوعنا العظماء يتسلطون عليهم، العظيم الشخص كل ما يبقى عنده بيتسلط على الناس. حتى الناس لما يقولوا ده فلان ده بيشتغل في مركز كويس يقول لك ايه؟ بيشتغل تحتيه عدد قد كده، ده في 1000 واحد بيشتغلوا زي ما بيقولوا بالانجليزي working for him، ناس بيشتغلوا تحتيه. فده يبقى راجل مهم قوي. طب لو بيشتغل 2000 يبقى مهم قوي. طب لو 10,000، لو في شركه فيها 100,000 واحد وهو العضو المنتدب والمدير التنفيذي يبقى ده شخص مهم جدا. قال لهم تعالوا، ده مش النظام بتاع اولاد ربنا. رؤساء الامم يسلمون العظماء يتسلطون عليهم، اما انتم فلا يكون فيكم هكذا. اللي عايز يكون عظيم يكون خادم للكل وعبد للكل، واللي عايز يبقى اول يبقى عبد. لأن هو معنى كده ابن الإنسان جاء لا ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هنا من المواقف اللي المسيح حولها برضه
حولها الى لحظه تعليميه. قالوا له مامتك واخواتك بينادوا عليك. فمين مين مامتي واخواتي؟ وراح مشاور على الناس وقال لهم دول ايه؟ ها امي وايه؟ واخواتي. طبعا ملاحظه جانبيه بره الموضوع، حكايه اخواتي طبعا مؤكد على فكره ان اخواته دي مش معناه ان كان ليه اخوات، انه العدرا جابت ولاد بعد كده، ده مش صحيح اطلاقا. ولكن اخواتي ديت مقصود بيها ولاد العم وولاد الايه؟ ولاد الخال. ودي هي حته معروفه يعني، كلنا كويسين من بيئه شرعيه وكلنا لينا اهل في الصعيد، انه بالذات يعني كان واضح قوي في الصعيد انه الولاد الخال وولاد العم يبقوا يعني فعلا اخوات، اخوات بجد. وكان ده الوضع، المجتمع اليهودي كان مجتمع شرعي قريب جدا بمجتمعاتنا الايه؟ والشرعيه. فبيقولوا له ها امك واخوتك بينادوا عليك. وهنا المسيح تعليق عجيب جدا، يقول لهم ايه؟ مين امي واخواتي؟ وكانوا فقال له يا ذا امك واخواتك خارجا فجاءهم وقال له ها امي واخواتي. ثم نزل الى المسيح قال ها امي واخواتي. هذه علامه ايه؟ اسم ايه؟ اشاره، مش كده؟ فشاور على الناس. ايه معنى حكايه امي واخواتي؟ يعني بينتسب للمسيح هو اللي بينهم مشيئه ربنا. لأن من يصنع إرادة الله هو أخي وأختي وأمي. إرادة اللي بيعيش بحسب وصية ربنا دي إرادة. دي إرادة ربنا. إرادة ربنا إيه؟ مرة بولس الرسول لخصها. قال إيه هي إرادة ربنا؟ قال هذه هي إرادة الله إيه؟ قداستكم. بس مختصر الكلام اختزلها في الكلمة دي. وبالمناسبة الحكاية ديت يعني كتير يسأل هي إيه إرادة ربنا في حياتنا؟ أشتغل شوية أنا دي ولا دي؟ أعيش في الحتة دي ولا في دي؟ أتجوز دي ولا دي؟ آخد إيه؟ آخد قرار إزاي في الموضوع؟ أدرس ده ولا ده؟ الحقيقة إنه إرادة ربنا الثابتة قداستكم. اللي يمشي في سكة يمشي في سكة القداسة، المكان دوت، الشغل دوت، الزوجة ديت، ربنا هيرشد. لكن في الآخر الإرادة الكبيرة لربنا هي إيه؟ قداستكم. طب وعملها ازاي؟ اعيش بوصية ربنا. اعيش بوصية ربنا. لما الانسان يعيش بامانه بوصية ربنا يلاقي ربنا يدبر له شغله ده. وعايز اقول اوعوا تفهموها انه احنا بنقعد مع ربنا. يعني ماشي انا في وصيتك شويه، يعني ممكن حد يجي يقول ايه؟ انا يعني حد جه يعترف وبعدين قال لي انا اصلي موضوع الشغل مش ماشي معايا، فكلمت حد فقال لي روح اعترف والامور تبقى كويسه. حلو، البركه ان الزنقه تخلي الناس تيجي ترجع لربنا وتعترف وتقدم توبه. بس كويس، يا ريتها تبقى ماشيه وتمشي كده. بس المهم انه ما يبقاش ده منطق التعامل مع ربنا. يعني طيب ماشي اعتراف ماشي وتجيب شغل، طب لو اعترفين تاني ولا من اولاد وقداس، لو واحد يجيب شغل كويس قوي سهل، يعني نوفر حتى ايه التسويق يعني. فالمنطق مش ده اللي بيمشي مع ربنا. انما انا انسان بحب ربنا وعايزه، فلازم كل حاجه بتتدبر. لا يعفي من ضيقات، لا يعفي من اتعاب، لالا تقول طب احنا سمعنا الكلام ده ومشينا مع ربنا وبعدين لقينا في مشاكل. مش ضمان لده، بالعكس ممكن ربنا يسمح للانسان بتاعه ولاده بالذات بدي عايز يقدمهم، عايز يزكي ايمانهم. فعايز اقول انه ايه معنى، نرجع للسؤال، ايه معنى حكايه امي واخواتي؟ انا بانتساب ليا الناس اللي بيفتوني وتبعي ناس يعيشوا بوصيتي طبيعي. واحد يعني ليه الانسان سقط؟ ليه الناس تقول ايه حكايه الاكل مش ثمره شجره الخير والشر؟ ايه الوصيه وكان ايه لزومها؟ والحقيقة ببساطة جديدة، ربنا قال لآدم حاجة والشيطان قال حاجة. على حسب ما الشيطان يصدق يبقى هو تابع ليه؟ اللي صدقه. دلوقتي واحد بيقول لك أنت عايز تروح فين؟ قلت له أنا عايز أروح الحتة الفلانية. قال لك امشي من ناحيتي. فمشي كويس؟ وبعدين حد تاني قال لك حاجة تانية. على حسب السكة اللي أنت هتمشي تبقى اللي صدقته وتبقى اللي تبعه وهتوصل مع الشخص ده. يعني واحد بيقول عايز يروح المكان الفلاني، في واحد قال لك تعالى معايا والتاني قال لك تعالى معايا أنا هوصلك. واحد خدك
للمكان فبقيت معاه في المكان اللي راح، واحد خدك المكان تاني، فالمسألة على حسب انت مشيت ورا مين. فهي المسألة كده، اللي انت تبع ربنا وبتمشي معاه، هو قال لك ايه، هو قال لك ايه، هي المسألة كده. ايه وصية ربنا، ايه كلمة ربنا؟ فقال اللي تبع، اللي بيمشي بحسب وصية ربنا بحسب كلمته، ده متابعي. تقول لي بس احنا خدنا بانتساب لربنا بالمعمودية. اه صح، ما المعمودية ايه؟ اللي بموت الانسان العتيق اللي مولود بحسب الجسد يموت عشان اقول انسان جديد. والحكاية دي منظر المعمودية بتاع الموت والقيامة الجديدة، ده هو المنظر بتاع كل يوم. في معمودية تانية اسمها التوبة، اللي هي ان انا يموت انساني العتيق الوحش الفسدان بحسب شهوات الغرور زي ما قال بولس الرسول، ويقوم انسان جديد يتجدد للمعروفة حسب صورة خالقه. وفي حتة تانية قال الذي المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الانسان اللي بيعيش بحسب القداسة ويسلك في الحق ده انسان جديد، فده اللي يبقى ماشي معايا. فالمعمودية حدث حصل، احنا بس المعمودين طفل فوق، لكن دي بداية، دي بداية السكة. طب بقية السكة ايه؟ ان انا كل يوم اموت مع المسيح ويوم مع المسيح. يعني ايه اموت مع المسيح؟ يعني اموت عن الخطية، والانسان اللي جوايا اللي بيميل للخطية اللي انا ورثته عن ادم ده، اللي يميل قوي، اللي كل يعني يتلذذ بالخطية، لما تتحط قدامه الخطية والقداسة يختار الايه؟ الخطية. وده اللي كان بولس الرسول يمكن نتكلم مرة في النهضة في نهاية العهد، حكاية الشر الذي لست اريده اياه افعل. ده يميل كده، يحب مش عايزه، انا بالعقل وانا اتعلمت انه مش مفروض اعمل كده، بس جوايا حاجة بتزقني ينتقم، بتزقني اكسب كسب ممكن مش من حقي، بتزقني ان انا اشوف حاجة وحشة افكر تفكير وحش، بتزقني ان انا انتقم، بتزقني ان انا مسامحش متنزلش. ده دوافع كلها جوانا. فده الشر اللي عايز يسويه ده يفعل. وفي المقابل انا عارف ان المفروض اعمل كده، انا عارف ده الصح، انا عارف ده الاحسن، بس مش قادر، مش عارف اعمله. ده الانسان الايه؟ العتيق. الانسان الجديد ده حاجه تانية. بالمناسبه ازاي اقدر اعيش بحسب الانسان الجديد؟ دي نعمه ربنا بيديها لنا، نقدر بنعمته مش بقوتنا. فانا احنا انتسبنا لربنا بالمعموديه، ولكن دي بدايه السكه مش اخرها. لكن كمال اللي هنمشي معانا السكه ايه؟ ازاي اعيش بوصيه ربنا؟ ازاي اقرر اني اعيش؟ يعني من فتره كلمني شاب وقال لي لما رحت الجامعه هنا في امريكا، قال لما رحت الجامعه الولد مخدود بقى، يعني في خلال ايام شاف حاجات مزعجة جدا، قال لي حاجة مش متعود عليها ابدا، ومش مثلا مش جاي من هنا لسه مثلا بقاله سنة ولا بتاع، بقاله فترة، ولكن جنبه صاحب اللي حفلات واللي شرب واللي سكر واللي لخبطة قلت له احنا مش من الدنيا ديت، بناخد نتعلم. انا رايح الجامعه ليه؟ شو هعمل زي ما الناس بتعمل؟ انا عندي هدف واضح، انا باخد شهادتي، بركز على هدفي، بنجح، بشهد للمسيح. الهدف واضح، لكن احنا زي الناس اللي في الدنيا، فانا بعرف ان انا مختلف، فلازم ان انا اعرف ان عشان انتسب لربنا ويبقى بتاعه لازم يكون مختلف. يبقى ده معنى الكلام وحكايه امي يا اخواتي. طب ايه ابعاد الكلام؟ يعني ايه ابعاد الكلام؟ يعني لما عايز احدد حدث معين بحدده بايه؟ زمن وايه؟ مكان، مش كده؟ فالزمان والمكان في يوم كذا، الساعه كذا، في المكان الفلاني حصل كذا، دي حاجات اللي تحدد الايه؟ الحدث. يعني لو حصل جريمه مثلا يساله حصل الساعه كام؟ مين كان موجود في المكان؟ حضور ده ابعاد اي حدث. فحكايه ايه ابعاد كلمه ها امي يا اخوتي؟ المسيح شاور كده وقال ايه؟ ها امي يا اخوتي. كويس؟ المشاوره دي توصل لفين؟ الاوضه اللي كان فيها، البستان اللي كان فيه، يعني اللي المشاور اللي قاعدين ورا دي فين؟ ورا خالص
في النص على حسب. لكن لما المسيح قال يا امي يا اخوتي وشاور كده، المشاور دي تروح على مين؟ تروح على اغلى لكل جيل، كل اللي بيسمع الكلمه دي تنفع الكلمه دي عليه، وفي كل وقت اقراها تنفع وتشاور عليا. ها امي واخوتي، انا يعني ارجوك ابوي خليها كده اهو، ها امي واخوتي. انا المدعى ان اكون منتسب لربنا. الكلمه دي بتاعتنا، انه احنا مدعوين عشان نعيش بحسب اراده الله، واراده الله هي قداستكم. والقداسه دي مش حاجه بتاعت ناس وناس، لا، ناس تاخدها وناس ما تاخدهاش، او ان هي يعني حاجه يعني اوبشنال، يعني تاخدها ولا تاخدها ما تاخدهاش. لا، مش هتاخدها مش تروح الصلاه، اللي يروح الصلاه للقديسين. اوعى تقول لي اللي هم القديسين دول بس اللي احنا معلمين ايقوناتهم، لا طبعا، ولو كنا معلمين ايقوناتهم بس كده، ده احنا جايين عشان نفتكر ان دول عيلتنا، دول بيت العيله، دول اللي انتسبوا للمسيح فبقوا عيلته، بقوا امه واخواته، واحنا بيت العيله وشجره العيله، عمال اهل بيت الله. جميله. فحد بيقول اهل بيت الله، لستم بعد غرباء ونزلا بالرعيه مع القديسين واهل بيت الله، انتوا الاهل بتاع بيت الله، انتوا الناس بتوع ربنا. فابعاد الكلمه دي ايه؟ تفضل ممتده لحد فين؟ لحد اخر الدهور، تفضل ممتده لكل واحد يسمعها. اذا احنا بقينا ايه؟ مدعوين نكون امي واخواتي. والكلام ده زي ما بيقول الشاور، يعني وجه الكلام ليك، ها امي واخواتي. اخر حاجه ايه قوه الكلام ده؟ قوه الكلام ده انه الانسان بيعمل كده المسيح يبقى حاضر في حياته، لانه بينتسب ليه طبعا. تخيل لو حد معاه كارت انه مثلا بيشتغل في الاف بي اي، ايه الصلاحيات اللي ليه؟ ممكن يقول عايزين نشوف تليفون دوت، نتصنف على تليفون، لو التحقيقات ضروريه كده ده تتفتح له السكن دي، مش اي حد يقدر يقول. ان احنا لينا كرت ان احنا بتوع ربنا. قوة الكلام ده ايه؟ ان ربنا حاضر في حياتي، ان انا تبعه، ان انا ابنه. مش بيقول ده مش ضمان للراحه؟ ليه؟ لان هو ما ارتاحش، المسيح نفسه. ما مين قال ان هو ده؟ هو ده في الكاثوليكون بتاع النهارده، انه المسيح تألم تاركا لنا مثال لكي نتبع خطواته. يعني لما حبينا ناخد مثال المسيح، خدناه مثال في الاتضاع، خدناه مثال في الالم، مثال في التعب، في حل الصليب. فالامتياز دوت مش امتياز للارض وللجسد، ولان الانسان اللي مع ربنا انسان فرحان في الارض، وفي حياته فيه بركه، وفي حياته فيه بركه، والبركه لا تساوي غنى جزيل مثلا، لكن تساوي رضا جزيل. لانه الانسان اللي في حياته ما فيهاش بركه، الحاجه موجوده مش فرحان، شبعاه، ويفتكر يقول طب بلاش دي، يمكن لو جبت دي ارتاح، فيجيب لي البسط يومين ثلاثه، يقول لا 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 مش دي، طب جيب دي، يمكن البسط، بلاش العربيه، يمكن البيت، طب يمكن الشغلانه، يمكن الفلوس، طب يمكن الفسحه، ويكون بسط، بس بعد شويه يقول لا مش دي. ونفضل الانسان حياته ممكن تفضل تضيع، عمال يجي من واحده لواحده، وفي حالات تاخد لها سنين. يعني في واحد يقول ايه؟ طب الشهاده ماشي، بعد الشهاده خلاص عدت، مع انه في وقت يا خبر دي الدنيا كلها، يعني اعتقد من ناس كتير تقول في الكلام ده، لكن في الاخر هتعدي، كله بيعدي، مش حاجه ما تعديش. زي ما مره حد بيقول حط على الحاجه شويه وقت، شويه وقت تلاقي ايه؟ عدت. مش بقول قيمه الحاجات اللي بنعملها، لكن بس بقول انه لو واحد حط افتكر ان هي دي اللي هتشبعه، ابدا مش هتشبعه، دي اللي هتفرحه، وابدا ابدا مفيش يفرح فعلا الانسان الا المسيح فعلا. ونخلي كل واحد يجرب. يعني المشكله ان احنا الانسان دايما ايه؟ ما بيتعلمش غير زي ما بيقولوا ده هارد واي، يعني ها؟ لازم يجرب وبعدين يكتشف. لا، ما انساش ان انا كان زمان يقول لنا احلى وقت الكليه، كنت مقتنع تماما انه الكلام ده لا طبعا. بعد الشغل انا هطلع بقى يعني في الكليه ولا في المدرسه، الواحد يروح لازم يرجع يقعد يذاكر. لكن لما اشتغل، حتى لو اشتغل كتير قوي، هيلاقي له ساعه ساعتين يعمل فيها اللي هو شايفه. واكتشفت انه
لا طبعا مفيش زي عياله كلية. كل الناس قالت كده، هنا كنت بأكد ان كل الناس غلط وانا اللي صح، وكلنا كده سمعنا حاجات كتير وما اقتنعناش بيها. وللاسف كده ان احنا نمسك الجيل هتشبعنا، جيل هتربينا ابدا ولا حاجه خداع. لكن الحقيقه الفرحه قله حكايه انتسابي ربنا دي، انه ان المسيح يبقى معانا ويهب فرح ويسكب فرح، اراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. كلام بقوه، كلام حقيقي، كلام يعيش مع الانسان الارض كلها ويخدم السماء. زي ما بيقول، حتى لو انا قلت طب شهاده، طب شغل، طب عربيه، طب بيت، طب مش عارف ايه، طب ايه، كل الكلام ده ما ياخدوش السماء. يعني حتى لو صبرني، حتى لو جه كده اداني تعزيه زائفه، لكن ما يوصلنيش السماء. لكن المسيح يديني فرح في الارض وياخدني لحد فين؟ السماء. ده قوه الكلام. عشان كده احنا محتاجين ننتسب للايه؟ ننتسب للمسيح. وقوة الكلام ده كمان ايه؟ انه الكلام ده يتشاف فينا. يعني الانسان اللي بيعيش بالمستوى دوت، الناس تشوف وتقول احنا عايزين نعيش كده. وممكن في الحاجات البسيطة، الانسان تصرفاته البسيطة تجذب ناس تربنا. لسه سامع قصة هكتب بيها كلام، يعني عن كنت بكلم حد في اسكندرية امبارح، وبعدين جت سيرة شخص يعني اعرفه واشوفه بيكتب ايه على الفيسبوك، بيكتب كلام يعني يهاجم الدنيا كلها، يعني كهنة أسقفة، يهاجم ربنا، يهاجم الانجيل يعني. ولكن الشخص ده اللي كان بيكلمني بيقول لي، الشخص على الشخص التاني ده اللي بيهاجم ده، قال لي، بيقول لي انا احب ابونا فلان. ليه؟ قال لي بس ابونا فلان ده انسان، سيبك بقى من حمراته ومعرفته، ليه؟ ايه الموقف اللي اثر فيه؟ لكن بيقول لي رحنا خلوة، فبعد ما الناس كانت هو اللي قال لما الاكل بتاع كل الناس دي اللي عجبته قوي. وانا عرفت انا الاشخاص دي كلهم موجودين واعرفهم. وكان الشخص ده اللي قال له ده كان هو دكتور، هو يعني كان بيشتغل شغلانه ما، كان يعمل كده حتى في شغله لما يقعد هو زمايله، هو اللي يقوم ويخدم وهو اللي يقوم ويشيل. ده اللي جذب شخص، ده بيقول لكم يعني زي ما بيقولوا بيقفش على محطات، ولكن جذبه ايه؟ مجرد عمل خدمه بسيط جدا، عمل خدمه بسيط جدا، مجرد ويجذب شخص يعني ما بيعجبوش حد، لكن مجرد ان واحد راح شال الخدم هي كده. فبيقول قوه الكلام، الانسان بيعيش بوصيه ببساطة. يعني أبونا اللي بحكي لكم عليه هو زي السماء، هو بيعمل كده، هو بيعمل كده من قبل ما يبقى كاهن، هو بيعمل كده، هو بطبعه يخدم بتضاع. فدي جذبت، تشد الناس. فعايز أقول اللي بعيش من قلة الكلام، إن الإنسان اللي بيعيش على المستوى دوت يبقى إيه؟ يبقى منتسب لربنا، ويبقى شاهد لربنا، ويبقى شاهد يجيب الناس للإيه؟ للمسيح. فبيقول معنى الكلام ان احنا بننتسب لربنا بحياه الوصيه، ابعاد الكلام ان الكلام يسري على كل الزمن ويشاور عليا. ثلاثه، قوه الكلام انه المسيح يبقى حاضر في الحياه ويخليني شاهد ليه ولهم كل من ذكرهم بامه.